بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي الطلاب بكلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للنقل البحري والعلوم والتكنولوجيا. أهلا بكم في الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي 2021. يعني طبعا أنا يشرفني إن أنا أدرس لحضراتكم كورس، الكورس بتاعنا بعنوان Psychology and Psychological Aspects of Disability and Chronic Disease. وزي ما انتم شايفين ان الكود بتاع هذا المقرر هو تريبل بي 431 او 431. معاكم الاستاذ الدكتور محمد حبشي حسين، القسم اللي انا موجود فيه Educational Psychology Department College of Education Alexandria University. انا من كليه التربيه، والقسم اللي انا بنتمي اليه قسم علم النفس التربوي. شرفني ان انا اتحدث معاكم في هذا الكورس. الكورس طبعا فيري ابليكابل، تطبيقي جدا، لان في جزء طبعا جانب توتوريال. احنا وفقا للرولز او وفقا للتعليمات اللي جايه من الاكاديمي، هو ان احنا هيبقى في المحاضرات اونلاين زي ما بندي لحضراتكم اونلاين كده، والفيرست تو ويكس اول اسبوعين هيكونوا ريكوردد، يعني مسجلين، يعني بسجل المحاضره دي المحاضره الاولى، وهسجل كمان المحاضره الثانيه، وهيترفعوا بعد كده هيبقى اونلاين، ايوه بس لايف من خلال زوم. كل التعليمات دي هتجي لكم اكيد، لكن مؤقتا يهمني ان احنا نعرف ان الكورس بتاعنا فيه جزء توتوريال، والتوتوريال هيبقى فيس تو فيس، مش هيبقى اونلاين، المحاضرات فقط اونلاين. وقت المحاضره كما تعلمون هو عباره عن ساعه، لكن وقت الجزء التوتوريال اللي هو الابليكابل بيبقى ساعتين، وهيبقى ده في اون كامبس، يعني داخل الاكاديمي نفسها. زي ما قلت ان الكورس مهم جدا. تعال مع بعض بس نتعرف في البدايه مع بعض. زي ما قلت ان اسمي دكتور محمد حبش حسين. دي الاديوكيشنال باك جراوند بتاعتي، يعني البي اتش دي منين؟ من اليو اس اي، وبعدين المراحل بقى ما بين اسوشيت بروفيسورز الى بروفيسورز الى هيد ديبارتمنت اوف اديوكيشنال سايكولوجي، عباره عن الكارير اللي انا مريت بيه. قد يكون طبعا الامر دوت قد يكون مجرد هدف التعارف. برضو البيرسونال انفورميشن اللي هو الموبايل نمبر، وده الايميل بتاعي. ويهمني طبعا ان الموبايل يستخدم في الامور الكريتيكالز، يعني ما يكونش اتصالات ان حد عايز يعتذر عن محاضره، حد امور البسيطه ديت ممكن ان احنا نستخدم فيها الموديل في مكان تبعت لي فيه تشات اسئلتك ممكن، وانا غالبا ببقى متواجد، يعني يوميا ببقى متواجد في توقيتات مختلفه، فهشوف سؤالك وارد عليه. لكن الموبايل هو الحاجه للارجنت قوي، الامور الطارئه اللي ممكن ان احنا نحتاج بعض فيها، لكن ارجو ان ما يحصلش ابيوز لاستخدام رقم الموبايل نمبر بتاعي. تمام. طيب احنا عرفنا كده الباك جراوند بتاعنا، تعال نروح بالكورس بتاعنا، لان الكورس بتاعنا مليء بالموضوعات ومهم جدا. الكورس ديسكريبشن بتاعنا، ايه الهدف الكورس بتاعنا، احنا الكورس ده هدفه ايه؟ واضح من العنوان بتاع الكورس ان هو بيركز على المين فوكس اوف ذا كورس از ذا سايكولوجيكال اسبيكتس اوف ديسابيليتي اند كرونيك ديزيز، هي الجوانب النفسيه للديسابيليتي اند كرونيك ديزيز. الديسابيليتي طبعا احنا ربنا مفكر بالعربي، ممكن يعتبر ده العجز واتيفر. طبعا عشان كده مهم جدا في بدايه الكورس ان احنا نحط ستاندرد ديفينيشنز، نحط تعريفات واضحه ومحدده، يعني ايه سايكولوجي، يعني ايه ديسابيليتي، يعني ايه كرونيك ديزيز. واحنا في الفيرست ليكتشرز هنركز قوي على الكرونيك ديزيز، يعني هنبدا نعرف يعني ايه كرونيك ديزيز ونتفق عليه، ثم نبدا نعرف بعد كده يعني ايه ديسابيليتي، وهنعرف ايه العلاقه او نبدا نتكلم على ايه العلاقه ما بين الكرونيك ديزيز والديسابيليتي، ايه العلاقه ما بينهم. هل ممكن الشخص لما يجي له كرونيك ديزيز ده يعتبر يخليه يتحول يبقى عنده يبقى ديسابيليتي، يعني شخص عاجز، وهنفهم يعني ايه عاجز او عنده قصور او وات ايفر، وفي بعض المصطلحات حمايز ما بينها. اذا اول هدف من اهداف الكورس بتاعنا عشان نحققه لازم هو فيرست توبيك، ولازم الديفينيشنز. طبعا احنا هنحط ريسورسز، وحط ريسورسز في الموديل، هنحط ريسورسز بحيث ان حضراتكم تقدروا تطلعوا عليها اضافيه، لكن المصدر الاساسي للمذاكره والمصدر الاساسي للامتحان هو عباره عن السلايدز اللي قدام حضراتكم. لكن هحط ماتيريالز كتيره جدا لان في موضوعات كتيره، وبعدين لو في اكتيفيتيز هنبلغكم بيه اول باول، ولو في اساينمنت في اي حاجه هنبلغكم بيها اول مره. يعني في الليكتشر الاولانيه في عندنا تو اكتيفيتيز، نشاطين هتقوموا لي بيه برضه هترفعهم لي على المودلز.
طيب الديفينيشنز ليه اهميه الديفينيشن دي؟ امر مهم. في احد الساينتست اسمه سمارت في 2001 قال ايه؟ قال لك الوردز ار باورفول كونفيريرز اوف كونسبتس، يعني الكلمات هي عباره عن النواقل القويه اللي بتحمي، يعني الناقل القوي جدا للمفاهيم. يعني الكلمات مهمه جدا لان دي اللي بتنقل المفاهيم بين الناس وبعضها. يعني ما اقول لك انا مثلا دكتور، فاذا انت عرفت مثلا استاذ دكتور او طبيب تقدر تميز مني. انا مش عارف انا عملت ايه، انا مثلا رحت الكليه، الكليه كلمه الكليه ده مفهوم، تمام، فطرت ده مفهوم، فالكونسبت دي مهمه جدا. فبالتالي احنا في مهم جدا ان احنا نبدا ايه يوزنج ستاندرد ديفينيشنز، يعني نكون عندنا تعريف متفق عليه الى حد ما، ستاندرد يعني معياري اوف تيرمز، وجود او استخدام ديفينيشنز واضحه ومحدده من اول الكورس. ودي اسئله هتبقى في الامتحانات، ما اجي اقول لك يعني ايه كرونيك ديزيز، يعني ايه ديسابيليتي، يعني ايه ديزيز، يعني ايه امبيرمنت، يعني ايه هانديكابز، يعني في مفاهيم كتيره جدا هنتكلم عليها. لكن بدايه بنقول ان يوزنج ستاندرد ديفينيشن اوف تيرمز، استخدام مصطلحات يعني متفق عليها، ستاندرد يعني مصطلحات اتفقنا عليها، ستاندرد طبعا فاسيليتيت يعني ده بييسر قوي، فاسيليتيتس كوميونيكيشن يسهل ما بيننا التواصل، يخلينا نفهم بعض. لكن لو انت بتستخدم ديفينيشنز او انت بذهنك ان الكرونيك ديزيز حاجه وانا في ذهني ان الكرونيك ديزيز حاجه تانية، يبقى مش هنفهم بعض. فستاندرد ديفينيشن اوف تيرمز معناها المصطلحات، فاسيليتيت يعني ده بيخلي الامور سهله، بيسهل ايه بقى الكوميونيكيشن التواصل and understanding، نفهم ايه with what each term implies، كل مصطلح ايه معناه. دي النقطة الأولانية اللي احنا هنبدأ بيها. ويمكن أنا قلت إن احنا في الكورس بتاعنا اسمه psychology and psychological aspects of disability and chronic disease، ولذلك لازم نعرف مجموعة مصطلحات محددة هنبدأ بيها. ايه أول مصطلح يهمنا نعرفه؟ هنشوف ثلاث مصطلحات، لكن السيشن دي أو الكيتشرز دي هنكتفي باتنين منهم. ديفينيشن هنعرف يعني ايه سايكولوجي، هنعرف يعني ايه كرونيك ديزيز، وهنعرف كمان يعني ايه ديسابيليتي. لكن احنا في السيشن دي هنبدا بالسايكولوجي والكرونيك ديزيز، ثم هنأجل السيشنز اللي بعدها او جزء كمان من الكرونيك ديزيز. انا ما اعرفش الوقت هيكفي معانا قد ايه، احنا محاضرتنا زي ما احنا قلنا يعني 45 دقيقه، احنا هنحاول ننهي في حدود مثلا الرينج ده. لكن هل الوقت ده يكفي ما يكفيش؟ طبعا احنا ما نقدرش نعرف، لكن في البدايه لابد نعرف يعني ايه سايكولوجي، يعني ايه كرونيك ديزيز. ثم هيبقى في السيشن اللي بعد منا او الكيتشرز الجايه هنتكلم يعني ايه ديسابيليتي، وهنتكلم على ايه العلاقه بين الكرونيك ديزيز والديسابيليتي. طيب تعال نشوف اول حاجه يعني ايه سايكولوجي. السايكولوجي هو عباره عن، سايكولوجي از ذا ساينس، هو عباره عن علم. سايكولوجي علم، يبقى السايكولوجي هو عبارة عن science، علم that seeks to understand behavior، بيهدف أو بيبحث أو بيسعى إلى أنه إيه يفهم السلوك. يبقى هو science of سلوك، دراسة السلوك بس، أو علم فهم السلوك بس لأ، والmental process والعمليات الذهنية اللي the thinking زي ال perception زي ال imagination زي ال creativity، كل دي عبارة عن mental process، والممري طبعا والليرنينج، كل دي عبارة عن mental decision making problem solving. في عندنا أمثلة كثيرة جدا على mental process. يبقى mental process ممكن تكون تشمل ايه؟ تشمل الليرنينج، الممري طبعا، perception، problem solving، decision making، judgment، كل حاجة بيعملها العقل فهي mental process. اي شيء العقل، اي اكتيفيتي بيقوم بالعقل فهو يعتبر مينيتال بروسيس. وانا اعطيت امثله، ثينكينج ايوه، بيرسبشن نعم، من ميموري اكيد، ليرنينج اكيد، كل دي عباره عن حاجات بيقوم بيها ايه الاكتيفيتيز البرين او المايند بيقوم بيها، فبنسميها مينيتال بروسيس. واي حاجه تانية ممكن اكون انا ما قلتهاش. اند تو ابلاي ذات understanding in the service of human welfare.
بيعمل بيبحث ان هو يفهم الحاجات دي عشان يطبق هذا الفهم في مين؟ في خدمة رفاهية وسعادة وانبساط الإنسان. يعني احنا دايما هدفنا من كل الكلام ده ان الإنسان يعيش، يبقى يشعر بحالة من الرفاهية. مرة تانية انا عايز طبعا انا هيكون في عندنا اكتيفيتي وهنعمل كده اساينمنت صغير هسأل حضرتك، هو ايه هي اديني اكزامبل اوف مينتال بروسيس. فانا قلت مثلا البرسبشن، الثينكينج، الميموري، الديسيشن ميكينج، الجادجمنت، البروبلم سولفينج، كل ده حضرتك هتكتبه لي وهنرفعه على المودلز كاول اساينمنت او اول اكتيفيتي ممكن نطلبه من حضراتكم. نشوف من مين اللي بيدخل على الموقع، مين اللي بيشوف الفيديوهات، مين اللي بيعمل حاجه. دي الطريقه بتاعتنا للمتابعه في ظل فيروس او كورونا، كوفيد 19 او فيروس كورونا اللي احنا بنعيش مش عارفين مين، يعني ما احناش بنشوف بعض فيس تو فيس. فالاكتيفيتي هي دي الطريقه، لما هنبقى لايف هطلب منك الكلام دوت لايف وحضرتك هتنفذ اونلاين واحنا بعض مباشره. طب يبقى احنا عرفنا ايه هو السيكولوجي. مره تانية باكد، السيكولوجي ساينس، علم. علم بيبحث في ايه؟ يعني ايه الموضوع اللي بيبحثه؟ هو الموضوعين دولت، دي التوبيك بتوع السيكولوجي، البيهيفير اند مينتال بروسيس، دول الموضوعين بتوع السيكولوجي. السيكولوجي بيدرس ايه؟ بيدرس حاجتين، بيدرس البيهيفير اند المينتال بروسيس، ده اللي بيدرسه. يبقى احنا عرفنا يعني ايه سيكولوجي، تمام، عرفنا يعني ايه سيكولوجي. يبقى تعالى نخش على النقطة التانية ونعرف الحاجات التانية. ايه هي الحاجة التانية؟ الكورونيك ديزيز. هنبدأ بالكورونيك ديزيز زي ما احنا قلنا. في الكورونيك ديزيز يهمنا ان احنا، يبقى احنا عرفنا يعني ايه سيكولوجي، هننتقل للكورونيك ديزيز، ديفينيشن اوف كورونيك ديزيز. طبعا الكلمة نفسها مكونة من أكتر من مفهوم، أولا كورونيك وثانيا ديزيز، تمام. في كرونيك يعني مزمن وديزيز يعني مرض، لكن مهم جدا طالما احنا قلنا كده في الكرونيك ديزيز عايزين نعرف يعني ايه كرونيك. ولما نقول يعني ايه كرونيك لازم نميز ما بين حاجتين، اكيوت اند كرونيك. في حاجه اسمها اكيوت ديزيز وحاجه اسمها كرونيك ديزيز. ايه الفرق ما بين الاثنين دولت؟ ده مهم جدا. يبقى احنا عرفنا الكرونيك ككلمه، ثم هننتقل بعد كده الديزيز نفسه المرض، وهنفهم برضو ايه الفرق بين الديزيز والالنس. زي ما احنا قلنا دي مفاهيم مهمه جدا عشان نبدا بيها الكورس ده. يبقى في الكورونيك ديزيز، وده الجزء اللي احنا هنكمل بيه لغايه نهايه هذه السيشن او نهايه هذه الليكتشرز، هنعرف يعني ايه كرونيك ديزيز، وهنفايز ما بين الكرونيك، ما بين كلمه اكيوت ديزيز وكرونيك ديزيز، وما بين الديزيز والالنس. طيب نشوف مع بعض اول حاجه هنتكلم عليها اللي زي ما احنا قلنا اكيوت اند كرونيك. اولا يعني ايه اكيوت؟ وطبعا في بيبر جميله جدا هحط لكم اللينك بتاعها، بيتكلم على فروق، حوالي 11 فرق ما بين الاكيوت ديزيز والكرونيك ديزيز، وبيدي امثله على ده وبيدي امثله على ده. اولا هبدا بكلمه اكيوت. اكيوت ريفير تو ذا سادن اونست، سادن اونست يعني حاجه بتظهر فجاه، المرض الاكيوت بيظهر فجاه كده، ما بيبقاش ليه تمهيد، بيظهر فجأة. ايه السيمتومز بتاعته؟ الاعراض بتظهر فجأة ذات ار، بس بتكون شورت تيرم، قصيرة الامد، ما بتقعدش فترة كبيرة. اند ذات انكابستيت انديفيدوال، لكنها بتعمل نوع من انواع العجز في الانسان، مش قادر يتحرك، مش قادر يمشي، مش قادر يعمل، بتأثر في فترة زمنية قليلة، الا انها بتكون وفجائية، الا انها بتخلي الانسان دائما غير قادر على الحركه مثلا، غير قادر على التنفس، غير قادر على طبعا زي ما انا قلت ان في امثله كتيره جدا على الاكيوت ديزيز، من اشهرها طبعا الفلو اللي هو المرض الانفلونزا، ان الواحد ياخد برد مثلا انفلونزا، ده يعتبر مثال على الاكيوت ديزيز، لانه لما الواحد بيجي له مثلا اللي هو الفلو ده بيحصل ايه؟ بيحصل انسان اولا بتيجي فجاه، تمام، الاعراض بتاعته يعني بياخد فترته قصيره، بعض الناس 3 4 ايام ويبدا يعدي، لكن في خلال ال 3 4 ايام دول الانسان بيبقى انكابستيت انديفيدوال، الشخص تقريبا كده ايه يعني بيشعر بعدم القدره على انه يتحرك، على انه يبذل نشاط، على انه يعمل اي حاجه. اذا الاكيوت ديزيز حاجه المهمه جدا فيه انه شورت تيرم، تاثيره وقتي قصير. طب ليه قد ايه؟ 3 ايام، يوم، ساعه؟ لا، مفيش يعني جايد لاينز وكلير جايد لاينز في الموضوع ده، مفيش.
لكن غالبا بيتكلم على انه بيكون فترة زمنية قصيرة. sudden onset يعني بيظهر sudden onset of symptoms، الاعراض بتاعته بتظهر مرة واحدة كده فجأة، مفيش حتة الايه التدريج في الموضوع، تمام. لكن لاحظوا ان الفكرة الاساسية، الكلمة اللي متكررة في الديفينيشن ده مرتين هي كلمة short term و short time. ده اللي بيميز الاكيوت، ان حاجة بتبقى شديدة سفير، بيبقى شديد بدليل انه بيعمل انكابستيت الانديفيدوالز، ففيها جزء بيبقى شديد، تمام، الا انه في نفس الوقت اعراضه بتظهر فجأة، تمام، وبتكون فترتها قليلة. وانا حاسس ان بفترة دي في اثناء اصابته باي مرض، زي ما احنا قلنا مثلا فلو بيجد نفسه ان هو غير قادر على الحركة، غير قادر على انه يبذل اي جهد، لكن ده كله برضه بيبقى الشورت تايم، لفترة زمنية قصيرة. يبقى الكي وورد بتاعت الاكيوت ان هو بيكون سيفير يعني شديد، سادن مفاجئ، شورت تيرم في الاعراض قصير وجوده قصير، وكمان فترة تأثيره في الانسان بتبقى، لكن شورت تايم يعني قد ايه، يعني بطريقة واضحة برقم، الامور ما هياش دقيقة قوي ومفيش اتفاق على هذا الموضوع. طب احنا عرفنا عن ايه اكيوت اند كرونيك ديزيز، عرفنا عن ايه اكيوت، تمام، اللي فاضل لنا نعرف يعني ايه كرونيك. الكرونيك يكاد يكون عكسه، بس قبل ما نشوف يعني ايه كرونيك، انا مطلوب من حضراتكم هتكتبوا الكلام ده في ملف وورد، في ملف بي دي اف، تكتبوه في خط ايدكم وتصوروه. في جميع الاحوال انا طالب من حضراتكم give me only two examples، تديني مثالين of acute disease. انا قلت الفلو، حضرتك شوف لي اي حاجتين تانيين، وفي حاجات كتيره، ابحث عن النت، في امثله كتيره جدا على الاكيوت ديزيز، حضرتك ابحث عن النت وابعت لي او اكتب لي في ورقه اسمك ورقم طبعا الريجستريشن اي دي بتاعك، وجنب منه الجروب اللي انت موجود فيه، كل ده والجروب اللي انت موجود فيه، كل ده هو يتحط في ورقه وتكتب لي فيها النشاط ده، وفي نشاط تاني كمان لسه جاي، لكن النشاط الاولاني give me only two examples of acute disease. برضو مره تانية بفكر حضرتك، واحنا هنعمل يعني شكل من اشكال السمري ما بين الاكيوت ديزيز وما بين الكرونيك ديزيز، ونشوف الفرق ما بينهم شكله عامل ازاي. لكن ده برضو هيبقى اكتيفيتي اخر، اكتيفيتي اخر. توقع انك انت في اكتيفيتيز كتير جدا في الكورس ده، في اكتيفيتيز كتيره جدا في الكورس ده، احنا مش فيس تو فيس، وبالتالي جزء كبير جدا من الدرجه في الكورس بتعبر على الاكتيفيتيز اللي حضرتك هتقوم بيها. عرفنا يعني ايه كرونيك، يعني ايه اكيوت، تعال نشوف يعني ايه كرونيك. متوقع انه عكسه تماما، يعني كرونيك ريفير تو سيمبتومز، اعراض ذات لاست، لاست معناها تبقى ايه انديفاينايتلي، لاجل غير مسمى، يعني عباره عن اعراض تستمر لاجل غير مسمى، ما اقدرش اقول تستمر لسنه، تستمر ممكن تستمر لمدى الحياه. اند ذات هاف كوز، وبتسبب ايه بقى، ذات مي اور مي نوت بي ايدنتيفابل، اسبابها، سبب المرض ده ايه، احيانا بيبقى معروف واحيانا بيبقى غير معروف، يعني ممكن يكون سببه ايدنتيفابل واحيانا نوت بي ايدنتيفابل، مش عارفين نحدده، مش عارفين سببه ايه. لكن في جميع الاحوال الفرق الاساسي هو الفتره الزمنيه، واحد بيبقى شورت تايم، واحد لاست ايدنتيفاتلي، ايدنتيفاينت يعني غير محدد، الكوز بتاعه سببه ايه، ممكن يكون طبعا الاكيوت غالبا بتبقى حاجه خاصه بالانفكشنز، بالعدوى، الكرونيك الاكيوت ديزيز، الامراض الحاد اللي هي الامراض الحاده اللي بتستمر فتره زمنيه قصيره، غالبا بتبقى يعني امراض اللي هي جايه عن طريق العدوى، الانفكشنز. اما الكرونيك ديزيز ممكن كده وممكن كده. طب يبقى الصفة الأساسية اللي هي طبعا لاست، تستمر فترة زمنية طويلة. طبعا الأمثلة على الكورونيك ديزيز كتيرة جدا، كتيرة طبعا، بيجي في مقدمتها حاجة زي الديابيتز، حاجة زي الكانسرز، حاجة في أمثلة كتيرة جدا لبعض الأمراض اللي بتستمر لفترة. برضه هتقولي فترة زمنية قد إيه عشان نعتبره كرونيك، بعض المراجع أشارت إلى 3 شهور على الأقل، إذا المرض استمر فترة مع الشخص أكتر من 3 شهور أصبح مرض مزمن. لكن الامثله على الكرونيك ديزيز كتيره كتيره جدا، البلاد بريشرز، ضغط الدم، برضه من الامراض اللي اعتبر الكرونيك المزمنه، تمام، اللي قلنا الديابيتس، الكانسرز، الحاجات دي كلها بتعتبر امراض، كتير جدا من امراض الكبد برضه بتعتبر تدخل في هذا الامر.
برضو ده الكرونيك ديزيز، وبالتالي بنقول ان في بعض الامراض اللي ممكن تبدأ اكيوت، ممكن تبدأ حادة، لكنها اهملها بيحولها الى كرونيك، بيحولها الى مرض مزمن. يعني مرض بيبدأ اكيوت يعني ممكن المفروض ان يستمر مع الانسان فترة زمنية قليلة، الا انه بيتحول يبقى كده. some conditions that began acutely بتبدأ بصورة بتسبق تكون حادة في بدايتها but are not resolved، تزيك الانسان بيهملها ما بيحلهاش ما يهتمش بيها، تمام، become ongoing and chronic، بتصبح مستمرة ومزمنة. طبعا ممكن واحد حتى انه ياخد برد ثم يهمله يتحول الى مرض اخر، هذا المرض الاخر قد يستمر مع الانسان ويصبح مرض مزمن. اذا some conditions that began acutely but are not resolved become ongoing and chronic. طبعا الاكتيفيتي الثاني بقى اللي انا عايزه من حضراتكم، give me example of acute disease، اديني مثال على acute disease progress to become become ايه، خلينا نصلح دي، become chronic disease. يعني احنا هنا هو ديت نشطب الكلمه دي، لا مش هي دي اللي مطلوبه، احنا اللي عايزينها كلمه ايه، كلمه chronic disease. احنا اللي عايزينه المرض المزمن، احنا عايزين نحول نشيل كلمه ايه، become chronic disease، اصبح مرضا مزمنا. فتديني مثال على الكلام ده، اديني مثال على الكلام ده. يبقى عايزين مرض كان اصلا acute disease لكن اهمال الشخص اعمله حوله لايه، الى chronic disease، حوله الى chronic disease. خلينا نكبرها قوي chronic دي عشان تبقى باينه، chronic disease حولناها الى مرض مزمن، تحول الى مرض مزمن، تمام. يبقى اذا مره ثانيه give me، ده نشاط رقم 2، give me example of acute disease progress، تطور to became لدرجة انه اصبح او become acute disease، اصبح ايه، chronic disease، تمام. ده اللي احنا المثال اللي احنا عايزينه، احنا اشترطنا كلمة acute وحطينا كلمة ايه، كلمة chronic، تمام. خلاص اتفقنا على كده، يبقى ده تاني اكزامبل، اديني مثال. طبعا كل ده في ورقه واحده لان كل حاجه عباره عن كلمه كلمتين، ما فيش اكتر من كده يعني. تكون كل واحده حط لي سطر، ما تنساش بس الريجستريشن اي دي بتاعك وتحط لنا معاه اسمك والجروب بتاعك. طب احنا عرفنا الكرونيك ديزيز، وقلنا باكدنا على فكره ان بعض الاكيوت ديزيز ممكن انها تسمح نتيجه انها ما عملناش ريسولفت، ما حليناهاش او اهملناها، تحولت الى، يا جماعه تحولت الى كرونيك ديزيز. طيب احنا كده اتفقنا على هذا الجزء، تعال بقى نركز شويه. طب احنا عرفنا يعني ايه كرونيك ديزيز، وعرفنا يعني ايه كيوت ديزيز، عايزين نعرف يعني ايه ديزيز ويعني ايه الالنس، ايه الفرق ما بين الاثنين، الديزيز والالنس، وات از ذا ديفرنس بتوين ديزيز اند الالنس. طبعا لو حبينا نتكلم اولا عن الديزيز هنلاقي في ديفينيشن بيقول لي ذا تيرم ديزيز از ديرايفد فروم ذا ميديكال موديل، ده اشتق من النموذج الطبي. يعني الديزيز ده is derived from the medical model، اشتق من النموذج الطبي. وانت عارف الطبيب دايما بيهتم بايه، تملي بيهتم بفكره الاعراض وعايز يخلص منها ازاي، او عايز ان هو يقضي على المرض. which refer to changes، بيشير الى تغيرات in the structure or the function of body system، تملي الديزيز بيشير الى عباره عن تغير في الستراكشرز or the function of body system، اما تغير في بنيه او في وظيفه اجهزه الجسم. يعني الديزيز، خلي بالك عشان دي ديفينيشن، دي اسئله امتحان. ديزيز ريفير تو تشينجز ان ذا ستراكشر اور فانكشن اوف بادي سيستم، تملي الديزيز بيشير الى تغيرات موجوده في بنيه او في وظيفه اجهزه الجسم. يبقى دايما ده ديزيز بيشير الى الميديكال بوينت الموديل، النموذج الطبي، الطبيب شايف الموضوع ده ازاي، ماذا يرى الطبيب؟ الطبيب دايما لما يقول ديزيز، تمام؟ لان هو دايما بيشير بيقصد بكلمه الديزيز التغيرات، التشينجز ريفير تو تشينج، التغيرات ان ذا ستراكشر اور ذا فانكشن اوف بادي سيستم، تمام، اللي بيهتم بالتغيرات اللي بتحدث في بنيه او في وظيفه اجهزه الجسم. ده ديزيز. الديزيز ذا ميديكال موديل، دايما النموذج الطبي بيركز على ايه؟ على التريتمنت، على العلاج.
and elimination of symptoms، وان انا اقضي على الاعراض. يعني دايما بيهتم بالعلاج والقضاء على الاعراض، ده الموديل. ويبقى دايما لما نقول ديزيز فاحنا بنتكلم من وجهة نظر الطبيب، من وجهة نظر مين؟ الطبيب. المرض من وجهة نظر الطبيب، والمرض من وجهة نظر الطبيب نرجع مرة تانية بيعني ايه؟ بيعني التغيرات، changes، التغيرات، تمام. التغيرات دي فين بقى؟ التغيرات موجودة فين؟ التغيرات موجودة ادي اللي changes in the structure or function، في بنية او في وظيفة مين؟ البادي سيستمز، اجهزة الجسم، جهاز التنفسي، جهاز الدوري، جهاز مش عارف البولي، حصل فيه structures، حصل فيه تغير في بنيته او في وظيفته، كان المفروض بيعمل كده، حصل لخبطة في الوظيفة ديت، او حصل في لخبطة في التركيب بتاعه، تمام، بدأ يتضخم، بدأ يكبر، بدأ يصغر ناحية الاستراكشرز، بدأ مش عارف تظهر فيه في بنية، تظهر حاجات في تركيبته، حاجات مختلفة، كل ده، كل ده بيمثل تغيرات من وجهة نظر الميديكال موديل، الطبيب. يبقى إذن دايما الديزيز هو مصطلح بيستخدم بيعبر عن وجهة نظر مين؟ الطبيب. والطبيب زي ما انا قلت او الميديكال بوينت مهم، بيركز عليه قوي، مهتم بايه؟ بحاجتين، فوكس اون تريتمنت اند ذا اليمينيشن اوف سيستمز، السيمتومز، دايما عاوز يعالج او يقضي على الاعراض. انا بروح للدكتور وعندي مثلا ارتفاع في درجه الحراره فعايزه يخفضها لي، او عايزه او يعالج لي الموضوع ده، يعني يقدر ان هو يعالجها، يعني يقضي على العرض ده خالص او يقدر ان هو يخففه، تمام. فده مهم جدا. يبقى ده الديزيز مصطلح بيعبر عن وجهة نظر الطبيب، تمام. امال الالنس بقى، المرض برضو، ما انا مش عارف لها ترجمة تانية، المرض ده مرض وده مرض، لكن الالنس ايه الفرق ما بينهم في اللغة الانجليزية؟ احنا تزيرم ريفير تو انديفيدوالز بيرسبشن، هنا بيتكلم بقى على البيشنت، على المريض نفسه بقى، او الافراد بصورة عامة، ممكن هو الافراد نفسه، او ممكن حتى المريض نفسه او اللي حوالين منه، اسرته. شوف هنا عشان كده من البرسبشن، خلي بالك انا قلت ان البرسبشن ده مينتال بروسيس، عمليه ذهنيه، عمليه عقليه. يبقى لما نتكلم على الايرنس ده كانه كده ايه؟ السيكولوجيكال موديل، ده النموذج النفسي بقى. يبقى الديزيز ده النموذج الطبي، والايرنس ده المعنى النفسي. ولذلك بيتكلم على ذا تيرم ايرنس ريفير تو انديفيدوالز برسبشن، ادراكات الفرد، مين هم او الافراد، مين هم الافراد دولت وادراكاتهم لايه؟ of their symptoms، ادراكاتهم لاعراضهم، للاعراض اللي عندهم. انا عندي ارتفاع في الحراره، مش مشكله، مش قضيه، يعني ايه الحراره دلوقتي، بكره تخف، بكره تعدي، بكره كذا. دي طبعا مرتبطه بالإديوكيشن، بمستوى التعليم، مرتبطه بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي. فادراك الشخص للبرسبشنز للسيمتومز بتاعته دي مهمه جدا. زيك احنا قضيتنا في مجتمعاتنا العربيه، مشكلتنا الاساسيه ان احنا ما بنروحش للدكاتره، خلاف لما نبقى في حالتنا سيئه والناس مسندانه ورايحانه. ده طبعا ليه؟ لان احنا ادراكاتنا البرسبشن بتاعنا للسيمتومز بنقلل من قيمتها. مش بقى انديفيدوالز دول اند هاو زي اند ذير فاميليز ريسبوند تو ذيس سيمتومز، ازاي الشخص، الافراد اللي هم المرضى طبعا اللي هم العيانين يعني، واسرهم ريسبوند تو سيمتوم، بيستجيبوا للسيمتومز دي ازاي. طبعا ده ريفرنس مهم جدا في عن تعريف الديفينيشنز ده، تمام. لي طبعا انت مش مطلوب منك، عشان بعض الناس لما بتلاقي ريفرنس، وانا احب استخدم الريفرنس دايما في اي حاجه بقولها، لكن انت مش مطلوب منك تحفظ ريفرنس ولا حاجه، انت مطلوب منك تبقى عارف الديفينيشنز بتاع يعني ايه ديزيز ويعني ايه ايلنس. فمره ثانيه، ذا تيرم ايلنس معنى المرض ريفير تو انديفيدوالز بيرسبشنز، ادراكات الافراد لايه؟ اوف ذير سيمتومز، لاعراضهم، الاعراض اللي بيجي له. واحد عنده سخونيه، واحد عنده مغص، واحد عنده صداع، واحد عنده زغلله في عينيه، يا ترى يعني بيبصلها ازاي؟ شايفها ازاي؟ شايف الريسك بتاعها حاجه تستاهل؟ زي كده قلت في الغرب، لا في الغرب ما بيستناش لما تبقى الاعراض عنده تتطور. احنا ممكن زي ما قلت غالبا بنستنى الاعراض عنده تتطور جدا ونصل الى، وممكن نلاقي ابلكيشن لكلامي ده كتير يعني. اند هاو زي، طبعا زي معناها هم الانديفيدوالز دول، اند ذير فاميليز، طبعا الفاميليز ريسبوند تو ذي سيمتومز، ازاي هو واسره بيستجيبوا لتلك الاعراض.
خد اي حاجه، نام شويه وهتصحى تبقى كويس، التدليك مش عارف كذا. تجد ان استجابات الاسر بتبقى برضو مهمه، ولذلك في الكورس ده احنا بنركز على الجانب الالنس. احنا مش هنتكلم على الديزيز كمرض، احنا بنتكلم على السيكولوجيكال، الجانب السيكولوجي بنركز قوي على الالنس كانه الالنس، لان احنا هنهتم قوي بالانديفيدوالز بيرسبشن. احنا مش هندرس مثلا الكانسرز ولا الهير ديزيز، امراض الشعر مثلا، ولا السكين ديزيز، ولا حتى هنتكلم على الفيجنز، الرؤيه والحاجات اللي ممكن، او البلايندنس، العمى، كل الحاجات دي ديسابيلتيز مش هنتكلم عنها بمنطق التشخيص العلاجي، لا احنا هنتكلم على الجانب السيكولوجيكال. فذا تيرم illness هنا ريفيرز تو individuals بيرسبشن اوف ذير سيمبتومز، ادراكات الناس لايه؟ للاعراض، اند هاو زي اند ذير فاميلي ريسبوند تو ذيس سيمبتومز، وكيف يستجيب الشخص او الاسره بتاعته لتلك الاعراض، بيستجيبوا لها ازاي؟ بيستجيبوا لها ازاي؟ كيف يستجيبوا لها؟ تمام؟ للاعراض طبعا، خلي بالك لما اتكلم على الاعراض السيمبتومز. لو حبينا نعمل كده شكل نقول والله تعريف اخر، ان الديزيز از ا بايولوجيكال هيلث بروبلم، ده يعتبر مشكله صحيه بيولوجيه. تمام، بايولوجيكال هيلث بروبلم، مشكله صحيه لكن من ناحيه بيولوجيا. خلي بالك الديفينيشن اللي احنا قلناه قبل كده كان بيقول ايه؟ كان بيقول عباره عن تشينج، تغيرات في الاستراكشرز والفانكشنز بتاعه البادي سيستمز، تغيرات في ايه؟ في وظيفه او في بنيه اجهزه الجسم. فبنيه اجهزه الجسم دي جانب بيولوجي، بيولوجيكال، ولذلك الديزيز هو عباره عن بيولوجيكال هيلث بروبلم ذات از اوبجكتيف اند يونيفرسال، يعني دي عباره عن اوبجكتيف، عمليه موضوعيه. انا بقيس حرارتك، حرارتك قالت كذا، انا بس قول لي انا مش حاسس ان انا سخن، مش حاسس، دي ده مش ديزيز، ده النس، ده انت ادراكك انت للموضوع. تمام، طبعا اكزامبل اوف ديزيز ممكن نجد الكانسر، الاتش اي في، وغيرها طبعا، والديابيتس وحاجات دي كلها كتيره جدا. الالنس على العكس از كالتشرال شيبت بيرسبشن، ده عباره عن ادراك لكنه اتشكل، شكلته الثقافه. عشان كده انا قلت احنا في مصر مثلا ودولنا العربيه ما بنروحش للطبيب الا لما تبقى الاعراض يعني سفير شديده جدا ومش قادرين نتحرك وتعبنا والى اخره، لكن قبل كده ممكن ناخد مش عارف اي حاجه، ننام شويه ونصحى، ممكن ان احنا والله نروح اي صيدليه نقول له اديني اي حاجه، ممكن ان احنا يكون عندنا علاج نفع مع اخويا فانا اخده، نفع مع اختي فجاب معاها نتيجه لما اتعرضت لحاجه شبيهه. فده طبعا حاجه بتتشكل ادراكنا احنا للاعراض، ولا الاعراض دي خطيره ولا مش خطيره، كل ده مرتبط بالكالتشر، الثقافه. عشان كده برضو زي ما هنتكلم في الكورس ده على الفاميلي، هنتكلم كمان على الكالتشرز، ونشوف ازاي ان الثقافات بتاثر في ادراكنا، البرسبشن بتاعنا. البرسبشن يا جماعه معنى ايه؟ ادراك الحاجه، انا بشوف الحاجه دي بديها بادركها على انها خطيره. وزيك بنجد بعض الناس ان يسالوا، نقول له مثلا تعتقد ان مرض معين ده مرض خطير ولا لا؟ لو سالت كتير من الناس انفلونزا دي مرض خطير ولا لا، كتير يقول لك لا. الكانسر اللي هقول لك كتير هقول لك اه، فادراكه للمرض على انه خطير او كذا. طب لو في سخونيه، تجد بقى هنا برضو عمليه مختلفه. طب درجه الحراره كام؟ يقول لك 37 38، مش مشكله. تقول له 39 يقول لك بس عاليه سنه، يعني كل واحد له بيرسبشن خاص بيه، هذا الكلام ممكن يختلف. And the experience of health problem. يبقى is a culturally shaped perception and the experience of health problem. ده عبارة عن إدراكات والخبرات اللي بتشكل ثقافيا، بتشكل ثقافة لإيه يا جماعة؟ للhealth problem، لمشاكلنا الصحية. يبقى مرة تانية، المرض هو عبارة عن culturally، culturally يعني ثقافي، ثقافة طبعا، بس هي معناها هنا واخدين adverb، culturally shaped perceptions، عبارة عن إدراكات متشكلة بصورة ثقافية، مش إدراكات مش بس، وخبرات كمان، وخبرات مشكلة إدراك لإيه وخبراتنا لإيه؟ للهيلث بروبلم، للهيلث بروبلم. إكزامبل الكلام ده، هاو تو تريت سيرتن إلنس، إزاي نعالج أمراض معينة؟ زي ما قلت ممكن واحد يقول لك تعالج الصداع، عايز أقول لك اشرب كوباية شاي، مش عارف خد لك أسبرينة، خش نام شوية هتصحى كويس. دي طبعا دي ثقافة، ده إدراكنا للكلام ده. تمام؟ تمام، واحد يقول لك والله انا حاسس ان انا مثلا بزغلله في عينيا، ليه كنت سهرت امبارح، حاول تريح شويه، او حاول مش عارف تعمل ايه، وندي دي وصفات. فازاي نعالج الامراض؟ ده يعتبر illness، reason for contracting illness،
ايه الاسباب اللي خلتنا ان احنا نتعرض لهذا المرض؟ اه تلاقيك مش عارف وانت نايم مش عارف حصل ايه، لا والله تلاقيك وانت مش عارف انت اتقلت في الاكل قبل مش عارف ايه، هتلاقيك ان انت اكلت اكل من جانك فود من بره ما اكلتش مش عارف منين، الكلام بقى فكل الكلام ده فيه جانب سيكولوجي. فيوز اوف كوارتيمان، كوارتيمان طبعا معناها الحجر الصحي وشايفين قرايبك في الحجر الصحي و الى اخره. اذا كل الكلام ده يعتبر جوانب سيكولوجيكال، جوانب سيكولوجيكال. يبقى الديزيز مره تانية ا بيولوجيكال هيلث بروبلم، هي اوبجكتيف اند يونيفرسال. يعني ايه اوبجكتيف؟ موضوع يونيفرسال يعني العالم كلها متفق عليها مش حد يختلف عليها. ليه؟ لان دي اوبجكتيف، بنعمل دايجنوزيس تشخيصات ومن خلالها بنعرف كل حاجه. الالنس از ذا كالتشر شيبد بيرسبشن، ده عباره عن ادراك بيتشكل بصوره ثقافيه، ادراكات وخبرات بتشكلها الثقافه لايه؟ لمشاكلنا الصحيه. وقت نشوف هاو تو تريت سيلتن ايلنس، ده هنعالج مرض معين. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه ديزيز ويعني ايه ايلنس. مره تانية الديزيز بايولوجيكال بروبلم، مشكله بيولوجيه، بينما الايلنس ده يعني نعتبره سايكولوجيكال بروبلم، مشكله جانب فيها جانب النفسي قوي. طب بعد ما عرفنا يعني ايه ايلنس ويعني ايه ديزيز ويعني ايه كرونيك ويعني ايه اكيوت، عايزين نحط كل ده في ديفينيشن واحد، في ديفينيشن واحد، ونقول يعني ايه كرونيك ديزيز. كرونيك ديزيز، كرونيك ايلنس او كرونيك ديزيز، ده احنا طبعا احنا قلنا احنا بنتكلم على السيكولوجيكال اسبيكت، فخلي بالكم فاحيانا هتلاقينا نستخدم كلمه ايلنس لان ده جانب السيكولوجي في الموضوع، واحنا من الكورس ده بتاعنا صحيح في كليه الصيدله لكنه في الاساس يعبر عن السيكولوجيكال اسبيكت. فكرونيك ايلنس ار تيبيكلي ديزيز، هو غالبا امراض ذات كانوت بي كيرد بات كان بي مانجد باي ذا انديفيدوالز. خلي بالك هي عباره عن ايه؟ عباره عاده بتكون امراض لا يمكن علاجها، كانوت بي كيرد، مش ممكن تتعالج، بات كان بي مانج، بس ممكن ادارتها، ممكن السيطره عليها، ممكن تحكم فيها، ممكن المانجمنت نعمل لها اداره باي ذا انديفيدوال، عن طريق الشخص، الشخص نفسه يقدر يديرها. زي طبعا كلنا عارفين يعني من اشهر الامراض الديابيتس مثلا، خلاص ما عنديش علاج للديابيتس، الشخص عايش مثلا على حقن انسولين او انه عايش على بعض الادويه، لكن لازم يغير من طريقه حياته، حياته كلها لازم تتغير، لازم يعيد اهدافه، يعيد معتقداته، يعيد قيمه اللي كان بيعمله، حياته كلها بتتغير عشان يقدر يعمل لها ايه، يعمل مانجمنت، يعمل إدارة لهذا المرض ويتعايش معاه. مرة تانية chronic diseases أو chronic illness are typically diseases، غالبا بتكون أمراض that cannot be cured، مش ممكن تتعالج أو لا يمكن علاجها، أو كان ما خلينا نقول إيه إلى وقتنا الحاضر مفيش حاجة، مش علاج مثلا للديابيتس، الناس عندها مشكلة فبتبدأ إنها تاخد علاج بس، لكن إيه but can be managed by the individuals، طبعا مش الانديفيدوال لوحده عشان يبقى الكلام واضح بقى، مش الشخص لوحده لكن الشخص والمحيطين به، أسرته، الثقافة اللي عايش فيها، البيئة اللي عايش معاها، كل الحاجات دي ممكن تعمل تساعده، أكيد هتساعده. لو أنا عندي مرض معين، لو أنا مثلا أهملت في العلاج، ممكن الأم، ممكن الزوجة، ممكن الابنة، ممكن كذا، ممكن الأخ، ممكن أي حد بيحاولي مني بيساعدني، يقول لي خلي بالك أنت لازم تعمل كذا، أو جيت أكل أكل مش مناسب ليا، لا ما ينفعش. طبعا البعض بيتعصب لما تجد بعض الناس ان في عنده مرض معين زي اللي عنده مشاكل في القلب مثلا، نيجي الدكتور يقول له مفيش تدخين فلازم يغير من طريقه حياته، احنا عملنا كذا واحنا غلين، فكل الحاجات دي محتاجه ان احنا نعمل لها مانجمنت. عشان كده الكام شريحه اللي جايين دولت بنركز على فكره ان ايه اللي يجب ان احنا نغيره في نفسينا بقى عشان نقدر نعمل سيطره على الكرونيك ديزيز او الكرونيك ايلنس. يعني المانجمنت دي، الإدارة دي كيف تتم، كيف يتم إدارة المرض، كيف يتم إدارته بواسطة الفرد وبواسطة أسرته وبواسطة أي حد متعايش معاه أو أي حد مهتم بيه. مرة تانية خلينا نأكد بس، الكورونيك ديزيز typically disease cannot be cured، قد يعترض بعضنا على الديفينيشن ده، قد البعض يقول يعني إيه مش ممكن علاجها، في حدود الوقت اللي احنا بنتكلم فيه لو في مرض، وإلا لو كان يتعالج ما كان يتعالج، لكن طالما هيستمر مع الإنسان فترة ويطول فبنعتبره إنه مش علاج ليه،
لان اي علاج المفروض يكون فتره زمنيه معينه ويظهر نتيجه، لكن ده لو ما حصلش، وده في كتير من الامراض، ففي هذه الحاله بيبقى ده مشكله. يبقى cannot be managed by the individual، لا يمكن ادارته، لا يمكن علاجه، but can be managed، بس يمكن ادارته، يمكن السيطره عليه، يمكن توجيه by the individual عن طريق الفرد. وبقول مره تانية، مش الفرد وبس، لكن الفرد وكل اللي حوله منه، مش المريض بس، ليست مسؤوليه المريض لكن مسؤوليه اي شخص يعيش مع هذا المريض. طبعا انا هقف لغايه هنا في الـ في الـ في الفيديو ده، او في الليكتشر ديت، او المحاضره الاولانيه. الجزء اللي جاي بعد كده ان احنا هنتكلم فيه على ازاي نعمل المانجمنت ديت، وايه الادوار، وايه الحاجات اللي المفروض الشخص يخلي باله منها، وايه المفروض ان هو يعملها، واللي حوالي منه يعملوا ايه، واهميه ان احنا نعرف ده كله. ده هنخليه للمحاضره رقم 2. يبقى المحاضره رقم 1 مره تانية خليني اعمل ابستراكت او سامري، نعمل سامري ملخص اللي احنا قلناه. احنا بدانا في ان احنا قلنا ان الكورس بتاعنا مره تانية، الكورس بتاعنا اسمه سايكولوجيكال اند سايكولوجيكال اسبكت. طبعا متركز في العنوان، لاحظوا ان متكرره كلمه سايكولوجي اند سايكولوجيكال اسبكت اوف ديسابيليتي اند كرونيك ديزيز. وتعرفنا على بعض، وقلنا فيه يا جماعه لو سمحتم ان احنا محاضراتنا فيها جانب توتوريال، فيها جانب هيبقى ابلكيشنز، ده هيكون اون كامبس داخل وفقا لتعليمات الاداره، لكن الكيتشرز نفسها المحاضره هتبقى اونلاين. المحاضره بتاعتنا هتبقى مره واحده في الاسبوع لمده ساعه، كل واحد عارف جدوله وعارف ميعاد المحاضره بتاعته امتى. الحاجه الثانيه، المحاضره هيبقى فيها جانب اكتيفيتيز عالي. اول محاضره وثاني محاضره هيبقوا، او الاسبوع الاول والثاني هيبقى ريكوردد، يعني المحاضرات او ريكوردنج متسجله، لكن بعد كده هتبقى المحاضرات عن طريق زوم اونلاين. هنبدا ناكد على فكره الاكتيفيتيز اللي احنا بنعملها، هنبدا ناكد على فكره ان احنا نذاكر، وهنحط لكم ريسورسز لمن يريد الاضافه حوالين ما يتم عرضه في هذه المحاضرات. الاكتيفيتيز لها ديدلاين، فارجوكم نلتزم، ودي تايمز في اوقات محدده، ارجوكم نلتزم بتلك الموضوعات. حطيت لكم الكونتاكت انفورميشن بتاعتي، وقلنا الموبايل ماليش نعمل ابيوز للموبايل نمبر، وان احنا عايزين يكون في توقيتات محدده، والامور الطارئه جدا جدا جدا، وطبعا من خلال الواتس ابعت رساله وبعدين نبقى ارد لك عليها، ده لو كان امر ايرجنت. امر مش ايرجنت عندنا في المودلز في تشاتنج، وانا قلت ان انا بخش في اليوم مره او مرتين في اليوم، فممكن ارد على الحاجات اللي حضرتك حضرتك عايزها. يعني مره تانية موضوعنا موضوعات مهمه جدا، وهنركز على السايكولوجيكال اسبيكت اوف ديسابيلتي اند كرونيك ديزيز، وده الرقم الكورس بتاعنا. وارجو ان احنا كلنا في تواصل بيننا وبين بعض، واتمنى لكم كلكم السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.